أستاذ، يعني أنت تعرف كل زين إنه أكو ناس عندهم ظهر كلش قوي، وإذا ذكروا هاي الأسامي يطلعون ينقتلون. زين، وأني هسه إذا أذكر لك الأسامي عند رجوعي إلى ساحة التحرير سوف أقتل. خليك إياها تعرفها. الجهات معروفة، الجهات لديها مقاعد بالبرلمان، وأني أقدر أذكر لك على برقية اليوم وصلت لنا من جهات معروفة وجهات استخباراتية ممكن يكونون بها ناس متعاونين مع الشعب العراقي، هو نزول مجاميع مندسة ترتدي التيشيرتات لون أسود أو الشطفة الخامنئية، نصهم موجود بالعلاوي والنص الثاني بالسنك، هدفهم إثارة الفتنة والشغب بين القوات الأمنية والمتظاهرين. طبعا هذا أنا مدى أجيبه من جيبي، هاي أكو برقيات نزلت عند القوات الأمنية وتم تسريبها عن طريق شخوص. طيب خلينا أتمنى أنه يصير تحقيق من هم هؤلاء الجهات. ممتاز. شكراً. التي تريد الفتنة. شكراً. بين المتظاهرين وبين القوات الأمنية. دكتور محمد.